بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرات التكميلية لمقرر معايير وإرشادات المراجعة لطلب الدبلوم المراجعة، الفرقة الأولى، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2019-2020. المعيار المصري رقم 500، أدلة المراجعة، المحاور الأساسية: 1. الهدف: توفير إرشادات وإجراءات الحصول على الأدلة اللازمة لإتمام عملية المراجعة. 2. مفهوم الأدلة: معلومات يحصل عليها المراجع للتأكد من أن القوائم والتقارير المالية قد تم إعدادها طبقا لإطار إعداد القوائم المالية المطبق. 3. المسؤولية عن الأدلة: ألف، إدارة منشأة العميل مسؤولة عن توفير الأدلة نتيجة مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية. ب. مسؤولية المراجع: الحصول على قدر مناسب من الأدلة الكافية والملائمة لكي يتمكن من إبداء الرأي في القوائم والتقارير المالية نتيجة لما توصلت إليه هذه الأدلة. 4. القوائم المالية كدليل: تستخدم القوائم المالية كدليل عندما يتم القيام بعملية التحليل المالي كإجراء من إجراءات المراجعة، حيث تبين مناطق التركيز وكذلك لإجراء المقارنات للبيان إذا ما كانت التغيرات عادية أو تغيرات غير عادية. 5. خصائص الأدلة: ألف، أن تكون كافية من حيث كمية الأدلة اللازمة لاقتناع المراجع. ب. ملائمة لطبيعة الحسابات التي يتم فحصها. 6. طبيعة أدلة المراجعة: ألف، أدلة مقنعة، معظم أدلة المراجعة تعتبر أدلة مقنعة. ب. حاسمة: عدد قليل من الأدلة فقط هو الذي يعتبر حاسما، ومن أمثلته الجرد الفعلي. 7. قيمة الأدلة: تعتمد على عدة عوامل: ألف، مصدر الأدلة داخلي أم خارجي. ب. الحصول عليها مباشرة بمعرفة المراجع أو من طرف آخر. ج. هل الأدلة شفوية أو مكتوبة؟ د. مؤهلات مقدم الدليل: هل تتناسب مع طبيعة الأدلة أم لا؟ ه. فعالية نظم الرقابة الداخلية: حيث تقلل احتمال وجود الأخطاء الأساسية في البيانات والمعلومات. 8. هدف الاختبارات التي تؤدي إلى الحصول على الأدلة، حيث يقوم المراجع بهذه الاختبارات لإثبات: ألف، الحدوث أو الوجود. ب. الاكتمال. ج. التقييم أو التخصيص. د. الحقوق والالتزامات. ه. القطع والقيم المتبقية.
واو التبويب، زين حجم المعلومات المتوافرة. 9 الإجراءات اللازمة للحصول على الأدلة. ألف تفهم بيئة العميل. ب اختبارات نظم الرقابة وعدم وجود تحريفات. ج إجراءات الفحص التفصيلي. د تقييم نتائج الفحص. 10 أنواع الأدلة. هناك 8 أنواع. ألف الجرد الفعلي. ب المسابقات. ج الفحص المستندي. د الملاحظة والاستفسار. ه إعادة الحساب. واو إعادة الأداء. زين الإجراءات التحليلية. 11 درجة الاعتماد على الأدلة. 3 أنواع من الأدلة. ألف دليل من النوع الذي يعتمد عليه بمفرده كان ستاند ألون مثل الجرد. نوع لا يكفي وحده كدليل مثل إقرارات الإدارة. جيم الجمع بين أكثر من دليل يعتبر مطلبا كما في حالة الملاحظة والاستفسار. 12 تكلفة الدليل. هناك 3 مستويات للتكلفة: عالية مثل الجرد والمصادقات، منخفضة مثل الملاحظة والاستفسار، متوسطة مثل الفحص المستندي وإعادة الحساب. وهكذا تنتهي دراسة المعايير الأساسية المحاور الأساسية لمعيار أدلة المراجعة رقم 500، المعيار المصري رقم 570، الاستمرارية. المحاور الأساسية: 1 الهدف توفير إرشادات وإجراءات لمراجعة قدرة المنشأة على الاستمرار لمدة محددة بعد فترة القوائم المالية. 2 المفهوم. ألف الاستمرارية معناها تطبيق فرض الاستمرار عند إعداد القوائم والتقارير المالية، والذي يعني تطبيق المعايير المحاسبية على كل البنود أو الحسابات المفتوحة في الدفاتر. ب الفرض العكسي، وهو فرض التصفية أو انتهاء حياة المنشأة في فترة قريبة، عادة أقل من سنة واحدة، ولا تطبق معايير الاستمرار، ولكن معايير التصفية عند القيام بالعمليات المحاسبية، والتي تقضي بتقييم الأصول مثلا بأسعار البيع والالتزامات بالقيم الواجب سدادها، وإضافة التزامات أخرى قد تنشأ نتيجة التصفية. 3 المسؤولية عن الاستمرارية، يقصد بها المسؤولية عن تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار،
ألف مسؤولية الإدارة، وهي مسؤولة عن أن تقر أن القوائم المالية قد تم إعدادها بتطبيق فرض الاستمرار، وأن الإدارة قد قامت بتقييم قدرة منشأة العميل على الاستمرار، وأنه أحد الاحتمالات التالية: لا يوجد شك حول الاستمرار، أن الشك ليس جوهريا حول الاستمرارية، أن الإدارة في ضوء بعض الظروف المحيطة لا تستطيع أن تعطي سببا كافيا لقدرة للتوقف وعدم القدرة على الاستمرار. ب مسؤولية المراجع، القيام بتجميع المعلومات التي قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار من عدمه. عدم الاكتفاء برأي الإدارة والحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة. ج دراسة العوامل التي تم التوصل إليها دراسة متعمقة. ومن هذه العوامل التوقف عن سداد بعض الالتزامات، انخفاض المتحصلات من البيع الآجل، انخفاض حصة السوق، صعوبة الحصول على ائتمان. التغيرات الجوهرية في إدارة الشركة، القضايا المرفوعة من عملاء بسبب حالات عدم التسليم أو التأخر عن التنفيذ كما في حالة المقاولات، المشكلات الضريبية ومدى جوهريتها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي وغير ذلك. وعلى العكس، فإن هناك عوامل تعتبر عوامل مخففة من الآثار السابقة، وتتمثل في الإجراءات التي تتخذها الإدارة كما في حالات المفاوضة للحصول على توكيلات أو حق التوزيع أو إنشاء خط إنتاج أو التصالح الضريبي أو غير ذلك من الإجراءات التي تقلل من آثار العوامل السابقة. موقف المراجع من الاستمرارية. بعد إجراء عمل مراجعة لعمليات السنة والحصول على المعلومات اللازمة، فإنه يمكن أن يصل المراجع إلى الموقف الذي تحدده تلك العوامل أو الظروف، ويجد نفسه أمام إحدى حالة من الحالات الثلاثة التالية: لا أولا أو ألف لا يوجد شك في قدرة المنشأة على الاستمرار. وهنا فإن نجد أن المعيار المصري لا يفرض على المراجع أن يشير إلى الاستمرارية، ويظهر تقريره خاليا من أي إشارة إليه. ب أن يكون هناك شك جوهري
وفي هذه الحالة يجب أن يشير المراجع إلى وجود هذا الشك والأسانيد التي يستند إليها. جيم عدم التوصل إلى موقف معين، فنجد أن المعيار الحالي يفرض على المراجع أن يشير إلى ذلك في تقريره عن مراجعة الاستمرارية. بسم الله الرحمن الرحيم. المعيار المصري رقم 580، إقرارات الإدارة. المحاور الأساسية: 1. الهدف: توفير إرشادات وإجراءات تتعلق بإقرارات الإدارة. 2. المفهوم: إقرارات الإدارة عبارة عن خطابات ترسلها الإدارة للمراجع تتضمن مسؤوليتها عن القوائم المالية تفصيليا بما تؤكد هذه المسؤولية، وأن القوائم المالية قد تم إعدادها طبقا لإطار الإعداد. 3. إجراءات المراجعة: يحدد المراجع هذه الإجراءات في: 1. الحصول على الإقرارات. 2. القيام بعملية التأكد من صحة هذه الإقرارات. 3. اتفاق هذه الإقرارات مع أهداف المراجعة. 4. الإقرارات كدليل مراجعة: لا تكفي الإقرارات وحدها كدليل لإتمام عملية المراجعة، إذا لم يكن هناك لديه أدلة أخرى كافية ومناسبة. ب. قد يكتفي المراجع بالإقرارات في بعض الحالات، خاصة عن الأمور الهامة التي ينبغي الحصول على معلومات عنها. ج. من حيث المحتويات، فإن هناك إقرارات كلية أو إقرارا كليا عن مسؤولية الإدارة، وهناك إقرارات تفصيلية. د. ينبغي تقييم مدى صحة الإقرارات في ضوء أدلة المراجعة الأخرى. 5. أقسام الإقرارات: ألف، إقرارات عن عمليات المنشأة التي تمت خلال السنة. ب. إقرارات عن الأرصدة التي تحققت كنتيجة لتسجيل تلك العمليات. ج. إقرارات عن الإفصاح عن القوائم المالية واتفاقه مع احتياجات المستخدمين الرئيسية اللازمة لاتخاذ القرارات. متطلبات الإفصاح الواردة في ضوء معايير المحاسبة الخاصة بإعداد وعرض القوائم المالية. 6. العلاقة بين إقرارات الإدارة وأهداف المراجعة: 1. ضرورة اتفاق الإقرارات مع أهداف المراجعة. ب. ينبغي أن يتم تحديد الأهداف في أهداف عامة لكل بنود المجموعة، مثل أهداف عامة للأصول، أهداف عامة للالتزامات. ب. أهداف خاصة لكل بند أو حساب من هذه الحسابات أو البنود.
أمثلة العمليات أهداف عامة مراجعة المصروفات، أهداف خاصة مراجعة مصروف الأجور أو مصروف المواد أو غير ذلك من بنود المصروفات. الأرصدة أهداف عامة مراجعة الأصول، أهداف خاصة مراجعة أصل معين. المخزون تم بحمد الله، ونرجو لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم حماد حماد، هذه المعايير مكملة لما سبق دراسته من خلال المحاضرات في الفصل الدراسي الثاني، والموجودة لديكم في المرجع المتاح موجودة لديكم في المرجع المتاح. أما الجزء الخاص بالفصل الدراسي الأول والذي قام بتدريسه الأستاذ الدكتور علي إبراهيم طلبة، فطبعا كانت له محاضراته بالكامل، وبالتالي لا يحتاج إلى وجود مثل هذه المحاضرات، لأنها تعتبر تكرارا لما سبق. نشكركم والسلام عليكم ورحمة